الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه الله. أما بعد، اليوم الجلسة 100 من كتاب سنن أبي داود رحمه الله تعالى. 100 جلسة في نصف ساعة، 50 ساعة في سنن أبي داود منذ بدأنا، نصف ساعة يوميا تقريبا. سيدنا أبي داود هو سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 75 و200 من الهجرة النبوية الشريفة، عن عمر يناهز 73 عاما، ودفن بمدينة البصرة بالعراق، حفره الله بجوار قبر سيدنا سفيان الثوري رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهما في الدارين، أمين. اليوم أول الكتاب السادس، كتاب شهر رمضان، وفيه 10 أبواب، وهو متعلق أيضا بأبواب الصلاة. فالباب الأول في هذا الكتاب باب في قيام شهر رمضان، وهو الباب 19 بعد 300 من بداية أبواب كتاب الصلاة. باب في قيام شهر رمضان. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام الترمذي في للإمام أبي داود في سننه، يقول في الحديث 73 بعد 300 والألف: حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه، ومالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمره بعزيمة، حتى لا يفرض علينا، يرغب بغير عزيمة، يعني بغير إلزام، لأن الإلزام يقتضي الوجوب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يريد أن يحرج أمته فلا يكثر عليهم التكاليف. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وزيادة مسند أحمد بن حنبل وما تأخر، زيادة مسند أحمد بن حنبل وما تأخر أيضا، يعني ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه زيادة لطيفة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك، يعني على استحباب قيام رمضان بغير عزيمة في سورة فردية، كل يصلي ويجتهد بينه وبين نفسه. ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنه. قال أبو داود: وكذا رواه عقيل ويونس وأبو أويس من قام رمضان، وروى عقيل من صام رمضان وقامه بزيادة صام، وعنه به قال: حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو داود: وكذا رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة، وعنه به قال: حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، يعني صلى صلاة التراويح أو قيام رمضان، صلى في المسجد فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة أي اليوم الذي يليه فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم وذلك في رمضان. يبقى دل على أن الترك أحيانا يكون ترك ما هو الأولى، يعني النبي ترك قيام رمضان جماعة مع الصحابة وهو من الأشياء المرغب فيها، تركه لعلة أخرى، فالترك في حد ذاته لا يدل على المنع، لا يدل على النهي، لأن النبي هنا ترك الخروج وكانت الصلاة مطلوبة في رمضان، طلب غير جازم، فلما ترك الخروج تركه حتى لا يظن الناس أنه طلب جازم مؤكد مفروض عليه. وعنه به قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قال كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا، أوزاعا يعني مجموعات أفراد متفرقين، كل اثنين ثلاثة يجتمعوا على إمام، وكل الثلاثة أربعة يجتمعوا على إمام، خمسة يجتمعوا على إمام، اثنين يصلوا مع بعض جماعة وهكذا، أوزاعا أي متفرقين. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة، يعني عملت له زي ايه، زي حوطت مكان في المسجد كده عشان النبي يعتكف فيه، حوطت له بحصير يعني حصرت له جزء من فراغ المسجد ليعتكف فيه صلى الله عليه وسلم. حصير معناه محصور يعني محاط، كويس. فلما النبي بدا يصلي فبدا الناس بعد ما كانوا يصلوا متفرقين يصلوا بصلاه النبي صلى الله عليه وسلم، يأتم به وهو داخل المكان الذي اتخذه له معتكفا. فضربت له حصيرا فصلى عليه بهذه القصة. قالت فيه قال تعني النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أما والله ما مت ليلتي هذه بحمد الله غافلا ولا خفي علي مكانه، يعني كأنه يقول لهم ولكني خفت أن أخرج إليكم فتفرض عليه. وعنه به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال أخبرنا داود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر رضي الله عنه قال صلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل، فلما كانت السادسة لم يقم بنا، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل، فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة؟ قال فقال إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال فلما كانت الرابعة لم يقم، فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قال قلت ما الفلاح؟ قال السحور. ثم لم يقم بنا بقية الشهر، يعني أطال بقى في آخر ليلة، أطال بهم إطالة طويلة حتى خافوا أن يضيع منهم السحور. وفي هذا يدل على استحباب الإطالة في قيام رمضان واستيعاب ليل رمضان في الصلاة بقدر الطاقة خصوصا في العشر الأواخر.
وعن أبي قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود عن ابن عبيد بن مصطاص عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليل وشد المئزر وأيقظ أهله. أحيا الليل يعني كله لا ينام في الصلاة، وشد المئزر أي لا يجامع نساءه، وأيقظ أهله يعني شجع نساءه أيضا وأهله ومن يقوم على رعايتهم بأن يقوم الليل كله معه صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود: وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن نصفاص. وعنه به قال: وهذا يدلك على أدب السيدة عائشة ولباقتها، يعني قالت شد المئزر كناية عن أنه لا يقرب نساءه، لأنه لو قالت لا يقرب نساءه في نوع حرج، خصوصا أن هي إحدى زوجاته، ولكن تختار لفظ لطيف يؤدي المعنى دون أن يجرح مشاعر السامع، وهذا من لباقتهم وفصاحتهم وأدبهم رضي الله عنهم جميعا. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس ليس معهم قرآن، وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته، ليس معهم قرآن يعني لا يحفظون قرآنا كثيرا، فكانوا يتخذوا سيدنا أبي بن كعب إماما لهم حتى يسمعون من القرآن ما لا يحفظون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصابوا ونعم ما صنعوا. يبقى الصحابة هم عملوا حاجة النبي ما أمرهمش بها والنبي أقرهم عليها، فالاجتهاد في العبادة طالما يندرج تحت أصل من الشرع النبي يؤيده. الاجتهاد في أي عبادة طالما تندرج تحت أصل من أصول الشرع ولو بصورة لم يأمر بها النبي إلا أنها تؤدي إلى تنفيذ ما أمر يؤيده النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لم يأمرهم أن يصلوا صلاة قيام رمضان جماعة، لم يأمرهم، ولكن لما دخل وجدهم يصلون جماعة وهي نافلة، فلما رأى ذلك أعجب بذلك وأثنى عليه، قال: أصابوا ونعم ما صنعوا. قال أبو داود: ليس هذا الحديث القوي، مسلم بن خالد ضعيف، وهو حديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، يدل على أن الصحابة والتابعين وغيرهم وعلماء الأمة يروون الحديث الضعيف في فضائل الأعمال ويستدلون به في فضائل الأعمال إن لم يكن يخالف ما هو أصح منه أو يكون شديد الضعف أو يأتي بصورة من العبادة على غير الصورة المعتادة التي أمر بها الشارع بقيود. باب في ليلة القدر. وعن به قال حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال: قلت لأبي بن كعب: أخبرني عن ليلة القدر يا أبا المنذر، فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقوم الحول يصبها. صاحبه مين؟ اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود. سيدنا عبد الله بن مسعود بيقول إن ليلة القدر دي مش خاصة برمضان، دي ليلة في السنة كلها، بتيجي في رمضان في الغالب لكن مش شرط، الغالب في العشر الأواخر لكن مش شرط تيجي في رمضان، ممكن تيجي في أي ليلة في السنة كلها. وبالتالي اللي عايز يقيم ليلة القدر يقيم السنة بحاله عشان يطمئن إن هو يصوم. فراحوا لأبي بن كعب يقولوا له كده، كويس؟ يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها فقال: من يقوم الحول يصبها؟ فقال: رحم الله أبا عبد الرحمن، اللي هو سيدنا عبد الله بن مسعود، كنية سيدنا عبد الله بن مسعود، والله لقد علم أنها في رمضان. زاد مسدد: ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا
يتكل. ثم اتفق والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني. قلت يا أبا المنذر أنى علمت ذلك؟ قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت إذن وما الآية؟ قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست ليس لها شعاع حتى ترتفع. مثل الطست، عارف انت الطست لو بتشك يعني الدائرة بتشك كده، شوف الشمس تلاقي دائرة الشمس واضحة ما فيش شعاع، ده عند شروقها في صبيحة ليلة القدر لكثرة الملائكة فيمنعنا ظهور شعاع الشمس، فيبقى دي علامة من علاماته. يبقى الصحابة كانوا لهم آراء يختلفون في تحديد ليلة القدر، لأن الله سبحانه وتعالى أخفاها حتى تجتهد الأمة في رمضان كله. فبعض الصحابة ذهب أنها ليست مخصوصة برمضان وإن كانت غالبا تأتي في رمضان، وبعضهم ذهب إلى أنها ليلة 27، وبعضهم ذهب إلى أنها ليلة 21 وهذا مرجح الإمام الشافعي، وبعضهم ذهب إلى أنها ليلة 23 لأنها في رواية أيضا أنها في صبيحتها سجد في ماء وطين كانت ليلة 21، وفي رواية أنها كانت ليلة 23، وبعضهم قال هي في رمضان كل متحركة من أوله إلى آخره، قد تأتي أول ليلة وقد تأتي في آخره وتأتي بوسطه في أي مكان، وبعضهم قال هي ليلة جمعة وتر في العشر الأواخر، تشوف ليلة الجمعة الوتر في العشر الأواخر إيه تبقى يجي ليلة الأدب، وهذا ما ركح الإمام الزرقاني وغيره وكثير من الأولياء والعلماء أنها هي ليلة جمعة وتكون وترا في العشر الأواخر. وبعضهم ذهب إلى أن ليلة القدر هي ليلة 17 لأنها كانت في صبيحتها وقعت بدر، وقال يوم الفرقان يوم التقى الجمعان، فإذا كان يوم الفرقان 17 رمضان يبقى تكون ليلته هي ليلة الفرقان، وليلة القدر نزل فيها الفرقان فتكون هي ليلة القدر. فاختلف خلاف كبير العلماء في تحديد ليلة القدر، وعلى ذلك وجب على كل مسلم حريص على أمور دينه أن يحرص على قيام كل ليالي رمضان حتى يكون من أهل هذه الليلة المباركة، فإن لم يصبها فقد أدرك قيام رمضان كله، وقيام رمضان في حد ذاته ينبني عليه الغفران ورفع الدرجات وتكفير الذنوب والعتق من النيران وقبول الدعاء والعبادة وغير ذلك مما يأمله كل مسلم. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سالمة وأنا أصغره، فقالوا من يسأل لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن ليلة القدر، وذلك صبيحة 21 من رمضان، فخرجت فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة المغرب، ثم قمت بباب بيته فمر بي فقال ادخل، فدخلت فأتي بعشائه فرآني أكف عنه من قلته، فلما فرغ قال ناولني نعلي، فقام وقمت معه فقال كأن لك حاجة، قلت أجل، أرسلني إليك رهط من بني سلمة يسألونك عن ليلة القدر، فقال كم الليلة؟ فقلت 22، قال هي الليلة، ثم رجع فقال أو القابلة يريد ليلة 23. وعن أبي قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله ابن أنيس الجهني عن أبيه قال قلت يا رسول الله إن لي بادية أكون فيها وأنا أصلي فيها بحمد الله، فمرني بليلة أنزلها إلى هذا المسجد، فقال انزل ليلة 23. فقلت لابنه كيف كان أبوك يصنع؟
قال كان يدخل المسجد إذا صلى العصر فلا يخرج منه لحاجة حتى يصلي الصبح. فإذا صلى الصبح وجد دابته على باب المسجد فجلس عليها فلحق بباديته. وعن أبي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهيب قال أخبرنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعة تبقى وفي سابعة تبقى وفي خامسة تبقى. تاسعة تبقى يعني ليلة 21، وفي سابعة تبقى تبقى ليلة 23، وفي خامسة تبقى تبقى ليلة 25. باب في من قال ليلة 21، وده مذهب الإمام الشافعي، رأي الإمام الشافعي وليس المذهب نفسه، وليس رأي الإمام الشافعي ومن وافقه. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كانت ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج فيها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر. وقد رأيت هذه الليلة ثم أنسيتها. رأيت هذه الليلة يعني علمت هي موعد ليلة القدر ثم أنسيتها يعني أنسانيها الله. وقد رأيتني أسجد من صبيحتها في ماء وطين، يعني وقد رأيتني أن صبيحة هذه الليلة في صلاة الصبح أسجد في ماء وطين، معناها أن السماء تمطر في هذه الليلة، فإذا سجد يسجد في ماء وطين بسبب المطر، لأن مسجده لم يكن مفروشا بالسجاد وغير ذلك. فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوقف المسجد، وقف يعني تقاطر سقفه، وقف المسجد أي تقاطر المطر من وسط عريش السقف، فوقف المسجد فقام أبو سعيد فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين من صبيحة 21. وهذا الحديث صحيح، رواه أيضا الإمام البخاري في صحيح، يعني كأنهم علموها بعد نهايتها، يعني ربنا أخفاها ولم يظهر إلا في صلاة الصبح، أنه لما سجد في المرتين علموا أن الليلة السابقة كانت هي ليلة. يعني وقد رأيتني أسجد في ماء وطين، هو يخبرهم بالعلامة التي ستكون. رأيتني يعني رأيت في منامي أني أسجد في صبيحة هذه الليلة بماء وطين، يعني في صبح هذه الليلة، أي في مطر يعني. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى قال أخبرنا سعيد عن أبي نصر نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قال قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا، قال أجل، قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها التاسعة، وإذا مضى 23 فالتي تليها السابعة، وإذا مضى 25 ليلة يعني فالتي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. باب من روى أنها ليلة 17 اللي هي إيه؟ ليلة القدر، يعني ليلة القدر ليلة 17 اللي هي كانت في صبيحتها وقعة بدر. وعن أبي قال حدثنا حكيم بن سيف الربقي قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد
يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي عبد المسعود رضي الله عنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوها ليلة 17 من رمضان وليلة 21 وليلة 23 ثم سكت. باب من روى في السبع الأواخر أنها في السبع الأواخر. وعن أبي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. باب من قال 27 اللي هي المشهورة عند كل الناس بقى ليلة 27 ليلة القدر. وتجد معظم الناس غير المجتهدين في العبادة والطاعة يعمل ايه؟ طول رمضان لا يقيم رمضان، يجي ليلة 27 يقيم. وهذا الفعل بين حكمة أن الله لما أخفاها حتى يواظب المسلم على قيام رمضان كله. المسلم الحريص على ذلك، لأنه لو أظهرها لهجر الناس قيام رمضان إلا هذه الليلة. ويجتمعوا جميعا، ولكن الله أراد إخفائها خيرا لنا، علم أننا نكسل وعلم قلة عزيمتنا وضعفنا فأخفاها حتى نتنافس فنزداد في الخير. وهذا من مصلحتنا والحمد لله رب العالمين. باب من قال 27. وعن أبي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. لكن الروايات اللي هي حددت كده بالتحديد روايات أسانيدها ضعيفة، وبالتالي لم تجزم الصحابة والأمة على أنها ليلة 27. وإن كان سيدنا عمر بن عباس يقول لو أردت أن أقسم أنها ليلة 27 أقسم، يعني متأكد أن هي ليلة 27. ولكن الجمع بين ذلك كل نقول أنها ليلة متحركة وأنها غالبا ما تكون ليلة 27، ولكن أحيانا تكون في أي ليلة من رمضان، وأن الغالب يكون في الوتر في العشر الأواخر، وأنها أغلب الوتر تكون ليلة 27، وأغلب الغالب تجتمع فيها ليلة الجمعة وتكون وترا وتكون في العشر الأواخر. فإذا اجتمعت الثلاثة تكون غالبا هي الليلة. وهذا ما رجحه الإمام الزرقاني، وكان يحبه الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله شيخ الأزهر، كان يرجح ذلك أيضا، وهو ما ذهب إليه كثير من الأولياء والصالحين والعباد، إن هو يجتهد في ليالي الجمعة في العشر الأواخر خصوصا الليلة الوتر، يكون في مزيد اجتهاد. باب من قال هي في كل رمضان، يعني إذا بتتحرك من أول رمضان لآخره. بعضهم قال هي أول ليلة في رمضان، وبعضهم قال هي آخر ليلة في رمضان. باب من قال هي في كل رمضان. وعن أبي قال حدثنا حميد بن زنجوية حميد بن زنجوية النسائي قال أخبرنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير قال أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أسمع عن ليلة القدر فقال هي في كل رمضان. ممكن يفهم أنها في كل رمضان يعني من كل عام، مش تحتمل هذا المعنى؟ تحتمل المعنى أنها في كل رمضان يعني في كل عام، يعني متكررة وليس خاصة برمضان أيام النبي بس، يبقى في كل رمضان إلى أن تقوم الساعة يفهم هذا. لكن ممكن برضو تفهم منها أن هي أيضا تتحرك في طول رمضان في أي ليلة من ليالي رمضان، يحتمل هذا ويحتمل هذا، وهذا إمعانا في إخفائها حتى تجتهد الأمة في قيام رمضان كله ولا يكون ليلة دون ليلة. فقال هي في كل رمضان. قال أبو داود رواه سفيان وشعب عن أبي إسحاق موقوفا على ابن عمر لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونقف على الباب الثامن على أبواب قراءة القرآن وتحزيبه وترتيبه، وهو الباب الثامن في الكتاب السادس كتاب شهر رمضان. غدا إن شاء الله
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بلغنا رمضان في كمال العافية في الدين والدنيا والآخرة، وارزقنا العبادة الصالحة والقيام وتلاوة القرآن والصيام وفعل الخيرات وإطعام الطعام وحسن الأخلاق ما حيينا يا رب العالمين. وتقبل ذلك منا وارحمنا وعافنا واعف عنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وارحم والدينا ومشايخنا وعلمانا والمسلمين أجمعين. اشف مرضانا ومرضاهم، وفرج الكرب عنا وعنهم، واقض الدين عنا وعنهم، واختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين. وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمين وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.